أحبتي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات فأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقة سوف تكون بعنوان عربات الخيل في الموصل. وعربات الخيل او ما تسمى بالربل او العربانه والعرباين ومن يقودها العربنشي اي صاحب العربانه لها ذكريات وتاريخ في الموصل وفي العراق كانت هي وسيله النقل الرئيسه قبل دخول السيارات وحتى بعد دخول السيارات كانت عربات الخيل تتهادى في شوارع الموصل في الثلاثينات والاربعينات والخمسينات وحتى اواخر الستينات من القرن الماضي وحتى عندما دخلت السيارات الموصل مطلع القرن العشرين ظلت عربات الخيل تقوم بواجباتها في نقل المواطنين جنبا الى جنب مع السياره ولا زلت اتذكر كيف كانت عربات الخيل تصطف امام محطه قطار الموصل صباحا عندما يصل قطار الموصل بغداد الصاعد او في المساء عندما يغادر قطار الموصل بغداد النازل دخلت في نقاش مع عدد من الاخوه حول عربات الخيل في الموصل منهما الاخ الاستاذ ماجد عبد محمد الحسيني والاستاذ عدنان عبد الرزاق الرحماني واستذكرنا العربنشيه في الموصل ايام زمان واستطيع القول ان عربه الخيل هذه او العربانه كانت وسيله النقل داخل المدينه وقد ذكر لي الاستاذ عدنان عبد الرزاق الرحماني وكان والده سيد عبد الرزاق سيد عبد الله الرحماني من العربنجية القدماء في الموصل قد اخبره انه اوصل عربته الى شارع الشيخ معروف في في جانب الكرخ ببغداد في الثلاثينات من القرن الماضي وباعها هناك كما تحدث عن عربات كانت تنتقل بين الموصل وحلب. والعربانه او العربه تكون عاده مصنوعه من الخشب وتكون بهيئه صندوق خشبي له غطاء من الجلد. ويكون متحركا ليقي من يركب فيها من حراره الشمس او البطر ويتحكم به سائق العربه والغطاء عاده فيه رسوم ونقوش جميله وللعربانه اربعه عجلات خشبيه مؤطره بالربل المصنوع, المصنوع من البطاط وهو تائر العربه وعاده ما يجر العربه حصانان او حصان واحد. وكان هناك من يصنع العربات في الموصل في جراج في باب لقش. هناك كما قلت من يصنع العربات في جراج في باب لقش، وهناك من يقول ان الموصليين عرفوا العربانه سنه 1918 وكان احد التجار في بغداد قد استورد عددا من العربات من الهند واخذ العراقيون يصنعون العربات وكان سعر العربة لا يتجاوز الأربعين دينارا وهي الكلفة طبعا بدون ثمن الحصان أو الحصانين وثمن الحصان كان يصل إلى خمسين دينارا وسعر ركوب العربة حسب طول المنطقة التي تنتقل عبرها العربة وتذكر أن ثمن ركوب العربانة من منطقة الساعة إلى محلة السجن في الجانب الأيمن من الموصل كان درهم أي خمسون فلسا كان لسواق عربات الخيل صنف خاص بهم وكان شيخ الصنف اسمه سعيد عبد الواحد رحمه الله وهو من سكان محلة الباب الجديد وداره تقع قرب أو مقابل الإعدادية الغربية اليوم ومن الطريف أن عربته كانت تحمل الرقم واحد في المرور وفيما يتعلق بإيواء العربات كانت هناك خانات كانت هناك خانات خاصة لإيواء العربات تسمى الطاولة أو الطولة طولة أو الطاولة هما يسموها وهي طولة الخيل والناس يسمونها طولة مال الخيل وأكثر هذه المناطق تقع بين الباب الجديد وراس الجاده عبر باب البيض ومن الخانات هذه المشهوره خان ياسين اغا ومؤجره محمود العبو وكان لمحمود العبو عده عربات وعدد من الخيول وفي هذه الخانات كانت الخيل تطعم الجد او البرسيم الذي كان يثرم ويقدم لخيول العربات ومن مراكز تجمع عربات الخيل باب الطوب وباب الجديد ومحطة القطار وباب الجسر عند خان القمرك أقصد عند الجسر العتيق جسر نينوى الحالي وقرب دائرة البلدية التي هدمت فيما بعد كان هناك اهتمام كبير بخيول العربات فعندما تمرض كان العربانشي يأخذها يأخذها إلى ما يسمى بالبيطر خانة وكان مقرها في باب سنجار وتضم عددا من الاطباء البيطريين ومن ومن طريف ما يروى انه اذا احتبس بول الحصان عندما يصاب بما يسمى القولنج كان العربنشي يربط حصى مثقوبه من الوسط على ظهر الحصان فتتدلى الى اسفل بطنه ويذهب به الى مقام الشيخ ابو الحويوين وقد سبق لي ان تحدثت عن هذا المقام في حلقة سابقة من برنامجي هذا برنامج موصليات ويقع مقام الشيخ ابو الحواوين او ابو الحويوين في محلة المشاهدة ويدورون بالحصان حول المقام عدة مرات ثم يعودون به الى مكان ايوائه ايضا مما يتعلق بالاهتمام بالحصان فان هناك رجل متخصص يدعى بنع البند يقوم بوضع حدوة الحصان الحديده كما هي معروف في أسفل حافر الحصان وكانت لديه أيضا ماكنة حلاقة لحلق رقبة الحصان بالقرب من النعلبن كان هناك محل لبيع الجد أو البرسيم واشتهر من باعة الجد رجل اسمه جاسم ابن هبالة ودكانه كانت قرب باب قرب سوق التبن في باب الجديد وفي موسم الربيع كانوا يذهبون بالخيول إلى ما يسمى القصيل وهو سنابل الشعير قبل حصاده حتى تاكله الخيول وهو اخضر طري هناك مساله اخرى تتعلق بعربات الخيل وهي الادوات التي كانت تستعمل لربط الحصان بالعربه وهي العريش والقدانية والقاطرمة العريش عمود طوله ما بين اثنين إلى ثلاثة متر يوضع في منتصف العربة من الأمام وفي مقدمته من الأمام حلقات مهمتها ربط مقدمة الحصان بها وهناك الكدانية وتوضع في حلق الحصان وعلى صدري وتربط من الأمام بالعريش ومن الجهتين اليمين واليسار ب أيضا تربط بنهايه الجرار في مقدمه العربه وهناك القاطرمه التي توضع في راس الحصان وفيها لجام من حديد يوضع في فم الحصان ويربط به الدزجين والجهه الثانيه من النهايه تكون بيد السائق سائق العربانه لغرض السيطره على الحصان وهناك في القاطرمه ما يسمى بالغماضات ووظيفه هذه الغماضات حجب رؤية الحصان من الجانبين الأيمن والأيسر وجعله يتجه ببصره إلى الأمام فقط يرتبط بتاريخ عربات الخيل في الموصل أشخاص معروفون منهم شيخ صنف العربنشية المرحوم سعيد عبد الواحد وهناك الملا أحمد داود جاسم الطائي مواليد 1933-2009 والذي ترون صورته إلى جانب هذا الكلام فضلا عن شهاب المطرة الحمداني وصباح ببح وقصطو العربنجي وهناك كما سبق أن قلت سيد محمود العبة وكان يسكن محلة الطوافة وهناك عبد الرحمن صفو الدبان وبيته مقابل جامع الجويجاتي في باب آه العراق عبد الرحمن صفو الدبان من الأشياء الطريفة التي نعرفها عن عربات الخيل أنه كان لا يسمح بسياقتها الا لمن كان يحمل اجازه من شرطه المرور، وقد سبق لي ان نشرت صوره لواحده من هذه الاجازات وفيها سائق العربانه وهو ملزم بان يلبس خوذه في راسه عند العمل، كان لسواق العربات مقاهي خاصه بهم منها في باب جديد ومنها في دكه برقه مقابل جامع بور... مقابل حمام بورسعيد كما كان الموصليون في الأربعينات من القرن الماضي يزفون العروس بالعربانة وكانت العربانة تزين بالكراكيش والأعلام وكان يسير أمام العربانة من يدق الطبل والزرنة ويكرر صاحب العربانة دق الجرس الموضوع تحت قدمه وكان إلى جانب سائق العربانة فانوسان الأول من اليمين والثاني من اليسار ويستخدمان في للاضاءه في الليل وللعربانه خطوط تسير عليها كما هو حال كما هو الحال مع سيارات مصلحه نقل الركاب التي دخلت الموصل سنه 1957 وكانت الفتره من سنه 1945 1965 هي العصر الذهبي لاصحاب عربات الخيل وان كنا ننسى فلا ننسى القمشه. قمشة العربنشي وهي تلهب ظهور الاطفال المتسلقين بالعربه في محاوله منهم للعب ومشاكسه العربنشي ومن الطريف ان الروائي الموصلي الكبير الاستاذ غانم العقيدي وثق لعربات الخيل من خلال روايته الجميله وافره والحصان شكرا لاصغائكم والى حلقه اخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته